مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ضمن فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا إلى فقرة صدى الجامعات، في هذه الفقرة اللي حقيقة نسلط الضوء عليها حول حركة الجامعات وما يجري فيها في هذا الوقت مع بداية العام الدراسي. بالتأكيد هناك الكثير من الاستحداثات والاهتمام بالكثير من الأقسام والجوانب المهمة، لذا سوف نكون إن شاء الله في صدى الجامعات مع جامعة السبطين عليهما السلام، ومراسلنا إن شاء الله سوف يزودنا بهذه المعلومات المهمة المراسل جلال طالب. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. عليكم السلام، مرحبا بك زميلتي، وصباح الخير عليكم وعلى كل متابعي قناة كربلاء الفضائية. نعم الله يبارك بكم وأهلا وسهلا بكم. نعم زميلتي زميلنا جلال، نعم أنتم الآن متواجدين في جامعة السبطين عليهم السلام، يا ريت تتحدث لنا عن أعمال وآخر نشاطات وما يقدموه للطلبة من خلال يعني بدء العام الدراسي الجديد. فسوف أترك الحديث والجو لكم أخونا جلال. نعم شكرا جزيلا. نعم أنا أقف اليوم في جامعة السبطين للعلوم الطبية، هي إحدى جامعات هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. نعم هذه الجامعة هي صرح علمي مهم هنا في مدينة كربلاء ولكل العراق. جامعة السبطين للعلوم الطبية افتتحت في العام الماضي، أي أن هذا العام هو العام الثاني لها. هنالك ثلاث كليات، هي كلية الطب وكلية التمريض وكلية العلاج أو التأهيل. هنالك أقسام استحدثت هذا العام، وهي أقسام تكون لأول مرة للجامعات العراقية، قسم النطق وقسم التأهيل. هناك حركة دؤوبة لهذه الجامعة، أي أنها جامعة معترف بها دوليا ومعادلة شهادتها تلقائيا. هناك أهمية لهذه الجامعة كون هذه الجامعة هي توأمة مع جامعات أجنبية بريطانية ولبنانية. هذه الجامعة استحدثت العام الماضي ونزلت في دليل الطالب هذا العام لتكون من أهم الجامعات الطبية. لمعلومات أكثر حول التقديم وحول آلية التقديم وما استحدث هذا العام، اسمحوا لي أن أستضيف الأستاذ الدكتور فارس اللامي رئيس جامعة السبطين. مرحبا بكم دكتور. مرحبا، صباح الخير، وصباح الخير على جميع الأخوات والأخوة مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وشكرا جزيلا على استضافتكم. عفوا، حدثنا عن جامعة السبطين للعلوم الطبية وهي جامعة فتية في مدينة كربلاء. شكرا جزيلا مرة أخرى، كما أسلفت الجامعة حديثة التأسيس، استحدثت العام الماضي وهي إحدى واحدة من ثلاث جامعات تابعة لهيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وهي جامعة عراقية بامتياز وتتبع إلى العتبة الحسينية المقدسة، وتشكلت لحد الآن ثلاث كليات من العام الماضي، هي كلية الطب، كلية التمريض وكلية التأهيل الطبي. الحقيقة يعني الجامعة بالتأكيد لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى سد الفجوات في التعليم الطبي وحاجة سوق العراق إلى الكوادر الطبية المؤهلة. ولهذا يعني لم نفتح على سبيل المثال كلية للصيدلة أو كلية لطب الأسنان، لأن السوق العراقية حقيقة أضخمت بهذه الاختصاصات، وتوجهنا نحو اختصاصات أخرى بالسوق العراقي بحاجة ماسة إليها. دكتور نعم. يعني أهمية هذه الجامعة تكمن في الاعتراف الدولي لها، وهي كأول جامعة على صعيد العراق، حدثنا عن الاعتراف وعن المعادلة التلقائية. نعم، الجامعة هي فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية، وجامعة طهران للعلوم الطبية جامعة عريقة جدا في المنطقة، ولها وموجودة ضمن تسلسل ما يسمى بشنغهاي على مستوى لا بأس به، أكثر من 500 إلى 600، وهي من الجامعات المتقدمة إقليميا ودوليا، ونظامها معروف منذ فترة طويلة جدا، وجامعة عريقة بامتياز، يعني بها حوالي أكثر من 2000 من الكادر التدريسي، عشرات المراكز البحثية، عشرات المجلات الطبية وهكذا، فهي جامعة مرموقة ومعترف بها دوليا، ويكون بالتأكيد الطالب أو الخريج هذه الكلية سيأخذ الاعتراف الدولي من الجامعة جامعة طهران، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن هذه الجامعة أيضا تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. نعم
دكتور عفوا لأهمية التوحد وما والتأهيل الطبي لدى العتبة الحسينية المقدسة، استحدثت قسمين هذا العام، هي من أهم الأقسام داخل العراق والأولى أعتقد على مستوى العراق، حدثنا عنها. بالضبط، يعني حقيقة بموافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم إضافة هذين القسمين إلى كلية التأهيل الطبي. القسم الأول هو قسم النطق، وأعتقد يعني الحاجة ماسة جدا في البلد إلى هكذا اختصاص، لا يوجد اختصاص في هذا في أي من الكليات الطبية أو الكليات الصحية عموما. يعني بس نعطي فكرة إلى العوائل العراقية وإلى أبنائنا الطلبة الذين سيتقدمون إلى التقديم لهذه الجامعات، هذا من حقيقة له أهمية كبيرة جدا. نعطي بعض الأمثلة على هذا الموضوع. هناك بعض المشاكل النطق اللي تحدث عند الولادة، منذ الولادة يولد الطفل ولديه مشاكل في النطق، وهناك مشاكل في النطق تحدث لاحقا نتيجة لأمراض معينة، على سبيل المثال وليس الحصر، إصابة بعض الناس على سبيل المثال بالجلطات الدماغية التي تؤدي بالقسم منهم إلى فقدان النطق. في الغالب هؤلاء يتركون بدون أي علاج، بدون أي تداخل. هذه في هذا القسم يدرب الطالب على تدريب هؤلاء كيفية استعادة النطق وكيفية الاعتماد على أنفسهم في ذلك. أيضا بعض الأمراض السرطانية على سبيل المثال كسرطان الحنجرة وغيرها التي تؤدي إلى استئصال الحنجرة، وبالتالي المريض سيفقد الصوت ويفقد النطق، فهناك تقنيات معينة بالإمكان استخدامها لإعادة النطق لهؤلاء الناس. فسوق العمل لهذا الاختصاص واسع جدا، وربما يمكن تخريجنا لكذا سنة من السنوات القادمة سيغطي فقط احتياجات المستشفيات العتبة الحسينية المقدسة، فما بالك بباقي مستشفيات البلاد. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي أريد أكد عليه أيضا هو القسم المتعلق بالتأهيل الوظيفي. تأهيل الوظيفي الفكرة منه هو كيفية إعادة أو تأهيل الإنسان لاستعادة بعض الوظائف، سواء كانت وظيفة منتجة أو وظيفة يعني لإدامة ديمومة الحياة. فبعض كبار السن على سبيل المثال مع مرور الوقت يفقدون القدرة على أداء بعض المهام اليومية البيتية، وبما أنه يعني العمر المأمول للإنسان العراقي قد تقدم إلى ما فوق 70 سنة، فنتوقع أن هناك أعداد كبيرة من الناس هم بحاجة إلى مثل هذا الاختصاص. هل هي فعلا الأولى في العراق على مستوى الجامعات العراقية؟ نعم، هذين التخصصين النطق والتأهيل الوظيفي لا توجد لهما يعني فروع نظيرة في باقي الكليات الصحية في العراق. توجد في المنطقة بالتأكيد في بعض الدول هنا هذا الاختصاص، ولكن للأسف العراق لا يوجد فيه هذا الاختصاص رغم الحاجة الماسة إلى هذا. فاتني أن أذكر بس إذا تسمح لي، من ضمن أيضا الفعاليات مع التأهيل الوظيفي هو تأهيل الناس اللي عندهم أمراض معينة، أمراض مزمنة معينة قد تعيق بعض الحركات لديهم، أو بعض نتيجة الإصابات كفقدان بعض الأطراف على سبيل المثال وغيرها. أيضا الفكرة أنه جعل هؤلاء ليسوا بعالة على أهاليهم وأهاليهم، وإنما الاعتماد على أنفسهم سواء كان بطريقة منتجة أو بديمومة الحياة. كيف نعم أحسنتم أحسنتم زميلنا جلال طالب من جامعة السبطين. هذا العام موجودة ضمن الدليل، نعم، اللي أصدر قبل حوالي 3 أيام، وبإمكان أيضا الطالب الاتصال مباشرة على باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مذكورة التابعة لجامعة السبطين، وهناك كادر يعني خلينا على طول الوقت مستعد للإجابة عن أي تساؤلات يطرحها الناس في هذا المجال. نعم. شكرا زميلتي. جامعة السبطين للعلوم الطبية هي جامعة الأولى في العراق المعترف بها دوليا والتابعة إلى هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، وأنا حاضر إذا كان لديكم أي سؤال. شكرا جزيلا. يا ريت توصل سلامنا إلى الدكتور فارس اللامي رئيس جامعة السبطين عليهم السلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. شكرا جزيلا، حياكم الله، الله يبارك فيكم، في أمان الله.